بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة المنزلية، جبت لكم النهاردة منتج منزلي لا غنى عنه في أي مطبخ، وهو مقص الخضروات. طبعا المقص بيكون بالشكل ده، ده طبعا بيكون مقصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعال نفتح المقصات ونشوف شكلها بيكون عامل ازاي. ده طبعا بيكون أول مقص بالشكل ده، وبيكون التاني مشرشر لتقطيع الخضروات، بيكون بالشكل ده تمام زي ما انتم شايفين. ده مطبخ طبعا بيكون مقص للمطبخ لتقطيع الخضروات، بيكون صلب، بيكون حد من الداخل تمام، تكون اليد دي طبعا بلاستيكية عشان تحمي ايدك تمام زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده. ده بيكون شكل المقص، وده بيكون شكل المقص الثاني بالشكل ده، يكون حامي جدا، بيكون صلب، والايد زي ما انتم شايفينها لحماية الايد بالشكل ده عشان تقدروا تتحكموا فيه بكل سهولة. وطبعا القطعة دي بتيجي مع المقص ده، لبعض الخضروات ممكن نضفوا بيها بالطريقة دي لو في حاجات في الفراغات اللي انتم شايفينها دي، بتسهل عليكم ان انتم تنضفوا المقص بكل سهولة. مقص المطبخ المنزلي مقص جميل جدا ورائع، هنحتاجه في كل مطبخ تمام زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده. مقص جميل جدا ورائع، سعره هايل جدا جدا، لو انتم حابين تطلبوه توفر منه كميات. ولو حابين تستفسروا عنه عن اي شيء بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. وبيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا المنزلية الجميلة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.